بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة الصف الثاني الثانوي، اليوم مع رياضيات أربعة سوف ندرس الفصل الثالث الدرس الثالث، الفصل الرابع الدرس الثالث، الدوال المثلثية للزاوية أو للزوايا. مفهوم أساسي نعرف اليوم، أجد قيم الدوال المثلثية لأي زاوية. الدوال المثلثية اللي فاكرينها اللي هي ساين وكوساين وتان وكوتان ومقلوباتهم، يعني أجد قيم الدوال المثلثية باستعمال زوايا مرجعية. المفردات المطلوب معرفتها الزاوية الربعية والزاوية المرجعية. المفهوم الأساسي بيقول لتكن سيتا زاوية مرسومة في الوضع القياسي ولتكن النقطة B X و Y تقع على ضلع الانتهاء لها، باستعمال نظرية فيثاغورس يمكن إيجاد قيمة R اللي هو الوتر، يعني المقصود به كما هو واضح بالشكل. R ساوي الجذر التربيعي لX تربيع زائد Y تربيع، فتكون الدوال المثلثية الست للزاوية سيتا معرفة كما هو موضح في القاعدة. الساين واي على ار والكوزاين اكس على ار والتان واي على اكس وباقي الدوال معكوساتهم، نقلبهم يعني مقلوبات. عند المثال يتضح المقال، نرى هذا المثال. إذا كان ضلع الانتهاء للزاوية سيتا المرسوم في الوضع القياسي يمر بالنقطة سالب 3 وسالب 4، فأوجد قيم الدوال المثلثية الست للزاوية. أول شيء توجد R اللي هي جذر التربيع للرقمين نعطيهم لك في النقطة، سالب 3 تربيع وسالب 4 تربيع يبقى يساوي جذر 25 يعني 5، وبعد ذلك تستخدم القانون كما يلي. الساين Y على R خلاص تعرفت المقصود بالواي. يا شباب هذه X وهذه هذه Y، هذه الأولى هي X وهذه هي إيش؟ Y اللي موجودة. يعني إحنا ممكن نلخص معلوماتنا كما هو موضح في الشكل. طبعاً لما نيجي نكتب هذه هي X وهذه هي Y، يعني ملخصك أنت R قيمتها بخمسة، X قيمتها سالب ثلاثة، y تساوي سالب 4. هذا ما تحتاجه في كل دالة من الدوال. ساين y على r وها y وها r تقسمهم على بعض. كوزاين x على r x على r. التان y على x، وموجودين كل الأرقام موجودة هي هنا، تستخدم هذه القاعدة تجد كل ما تحتاجه في إيجاد الست دوال المطلوب. نأخذ مثال حلو مع حضراتكم. هذا المثال تحقق من فهمك. إذا كان ضلع الانتهاء للزاوية سيتا المرسوم في الوضع القياسي يمر بالنقطة سالب 6 و2، فأوجد قيم الدوال المثلثية الستة. يبقى أول شيء نبدأ نجيب R. R تساوي الجذر التربيعي لسالب ستة تربيع زائد اثنين تربيع. نحسب هذول يا شباب، هاي 36 يعني جذر 40 صح؟ جذر ايه؟ جذر 40، لأنه سالب 6 تربيع 36 جذر 40. لما نبسطها يعني 2 جذر 10. نبدأ نجيب الدوال المثلثية المطلوبة. معروف أن عندي الساين ومقلوبها مين؟ الكوسك. مقلوب الساين كما تعلمنا الكوسك شباب. وبعدين نقلبها عادي، ما نعود نجيب الدوال المثلثية، خلينا نجيب الدوال بعدين نجيب الدوال المثلثية العكسية.
وبعدين نجيب الكوزاين المغلوبة طبعا كوسك، وهذه كوزاين وسك مقلوبة، والتان مقلوب كوتان. خلاص هذه اكس وهذه واي، وآر معروفة باثنين جذر عشر، آر يساوي اثنين جذر عشر. أبدأ الساين واي على آر، واي على آر، نغير لقم لون القلم، يعني الواي اثنين على اثنين جذر عشر تساوي جذر عشر، بعدين بسط بالآلة. والكوزاين اكس على ار، اكس على ار اللي هو معناها يساوي سالب ستة على اثنين جذر عشرة، والجذر واتبسط بالحاسبة. والتان اللي هي واي على اكس، يعني سالب ستة على اثنين، واي اثنين، اثنين على سالب ستة، اثنين على سالب ستة. تمام، وتبسط كل القيم باستخدام الحاسبة، ثم نأتي هنا ونقلب كل الأرقام، تتقلب في الكوسك والسك والكوتان. هذا حل تحقق من فهمك واحد. نروح إذا وقع ضلع الانتهاء للزاوية سيتا المرسومة في الوضع القياسي على المحور إكس أو على المحور واي، فإن الزاوية سيتا تسمى زاوية ربعية. زي هذه الحالة، واقع على محور إكس يبقى ربعية، هذه برضو على المحور واي، هذه على المحور إكس في جهة السالب، وهذه على المحور واي في جهة السالب. طبعا هنا بتكون عندي بعض الدوال خاصة. إذا كان ضلع الانتهاء للزاوية سيتا المرسومة في الوضع القياسي يمر بالنقطة 0 و 6، 0 و 6 يعني معناها يقع على المحور واي. طيب خلاص ما في مشكلة، نعوز نجيب ايه؟ بالنسبة لي ار هتبقى طولها 6، لأن هنجيب جذر التربيعي لار هنا، ار هتكون 6، لأنه جذر التربيعي لصفر تربيع زائد 6 تربيع هيبقى لك 6. يبقى اكس بصفر واي بستة وآر بستة. تبدأ تجيب الساين والكوزاين والكوسيك وكل شيء. لاحظ عند القسمة على صفر يبقى القيمة غير معرفة، يعني هنا السك بآر على اكس، آر بستة واكس بصفر يبقى غير معرف. إذا كان العدد مقسوم على رقم على صفر يبقى غير معرف، أما صفر على رقم يكون بصفر. هذه المثال. إذا أردنا حل المثال الآتي الموضح هنا، نبدأ في إيجاد قيمة R. أول شيء R تساوي 2، هتبقى جذر سالب 2 تربيع زائد 0 تربيع يساوي 2. هذه R، وبعد كده هذه X وهذه Y، وتبدأ تجيب الدوال المثلثية كلها كاملة، ما في مشكلة. هتبقى المشكلة عندك مثلا في المقلوبات، لما تيجي تجيب لو كان هتقسم على صفر يبقى غير معرف. يعني نجيب مثال، مثلا الساين هتكون Y على Y ساين واي، والكوزاين اكس يا شباب، ساين واي والكوزاين اكس، الواي ساين يبقى واي على ار، يبقى صفر على كام هنا؟ على ار 2 يعني صفر. اما الكوزاين اللي هو بيكون اكس على ار، اللي هو سالب 2 على 2 يعني يساوي سالب 1، وهكذا. ممكن نجيب التان، التان بسيط برضو، واي على اكس صفر على سالب 2 يساوي صفر.
نرجع نشوف، لاحظوا في المثال السابق يا شباب، برضو إذا كنا هنا إكس على واي، يعني هذه الكوزاين هي الإكس والساين هي الواي، الكوزاين هي الإكس، هذه إكس هي الكوزاين والساين هي الواي. إذا كنا في الحل بدلنا الأماكن، تحاول ترجعها مكانها. هذه كوزاين، في الكوزاين نستخدم العدد الأول، في الساين نستخدم العدد الثاني اللي هو يمثل واي. زاوية المرجعية، الزاوية المرجعية الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث إذا كان لايق على المحاور كما هو موضح بالشكل. إذا الزاوية تقع في ربع بنجيب زاوية مرجعية، والزاوية المرجعية هي الزاوية التي تقع بين الضلع النهائي ومحور إكس، يعني هركز على محور إكس، يبقى الزاوية المرجعية مرتبطة بمحور إكس. إذا كانت سيتا زاوية غير ربعية مرسومة في الوضع القياسي فإن زاويتها المرجعية هي الزاوية الحادة المحصورة بين ضلع انتهاء الزاوية سيتا والمحور إكس، والجدول يوضح هذه الزوايا. طيب نشوف مثال إيجاد الزاوية المرجعية، ارسم كل من الزاويتين الآتيتين في الوضع القياسي ثم أوجد الزاوية المرجعية لها. 210. طبعا لما نرسم 210 بعد ال 180 هي لغايه من 180 بعد ال 180 ب 30، يبقى الزاويه المرجعيه هنا هتكون 30، يعني هتكون الزاويه المرجعيه هتساوي سيتا ناقص 180، اقرب اكس هنا 180. بالنسبه لهذه الزاويه 3، الزاوية سالب 5 على 4، سالب 5 على 4 لما نرسمها تكون بهذه الشكل. ممكن تحولها للدرجات، يعني تضربها في 180 على باي وبعد كده ترسمها إذا كان الرسم بطريقة الدرجات أسهل. وبعد ذلك نشوف أقرب زاوية لمحور إكس، أقرب زاوية لمحور إكس تكون في هذا المكان. طيب نشوف مثال موضح هنا تحقق من فهمه. بيقول ارسم ال 110، اذا اردنا رسم ال 110 بالسالب، طبعا الحركه هنا ضلع الابتداء موجود هنا، ضلع الانتهاء نحرك بالسالب إلى هنا سالب 90، بعد السالب 90 ب 20، يعني هنا تكون سالب تقريبا هنا سالب 20. طيب أقرب لها مين؟ الإكس هذه أقرب لها إيه؟ أقرب لها الوضع عادي الزاوية إكس، هذه محور اكس بالسالب، يبقى لما نجي نجيب الزاويه الرجعيه يبقى سيتا الزاويه الربعيه تساوي الزاويه الاصليه سالب 110 ونضيف لها 180 او نطرح منها 180 ما هتفرق، هتطلع نفس الحل، هيكون الاجابه تساوي 70. في المثال الاخر رقم B، طبعا لما نجي نرسم الزاوية 9 باي على 3 معناها 270 لو حولتها بالدرجات، 270 درجة. 270 هذه زاوية هتكون ايه؟ تقع على المحور، زاوية هذه زاوية تقع على المحور، محور إكس، يعني هتكون بهذه الشكل.
نغير الرقم اللون وضلع الانتهاء حيكون هنا. أقرب زاوية لها للإكس هي 90، يعني هساوي سيتا تساوي 180 90 اللي هي الزاوية نفسها، أو 180 ناقص 90 اللي هي باي 180، يعني أنقص منها 90 يبقى الإجابة هتساوي 90، يبقى الزاوية المرجعية هنا 90. نشوف هنا ملخص استخدام الزوايا. طبعا قانون الدوال المثلثية للزاوية الخاصة جايب بالنسبة للزاوية 30 و45 و60، نستخدم جايب جميع الدوال والدوال العكسية واستخدامهم. استعمال الزاوية المرجعية لإيجاد قيمة دالة مثلثية. كوزاين 240، كوزاين 240 يقع ضلع الانتهاء للزاوية 240 في الربع الثالث، يعني أقرب الإكس هنا تبقى ب60، لأن هقول 240 ناقص 180 يساوي 60، لكن الربع الثاني الجزء هنا لابد نحفظ الدوال السابقة، نعرف الإشارات، الإشارات مهمة يا شباب. هنا بيقول نحاول نحفظ عشان الدوال ده ما ننسى. نقول هذا الربع الأول معروف، هذا الربع الثاني الثالث، هنكتب هنا ايه، وتعني كلمة ايه ان جميع الدوال الموجبة. الربع الثاني تذكر شركة اس تي سي شركة الاتصالات، يعني بمعنى الصاين ومقلوبها هو اللي موجب فقط في الربع الثاني، والتان ومقلوبه هو اللي موجب في الربع الثاني الثالث، والكوزاين دي أول حرف من حرف الكوزاين في الربع الرابع، في الربع الرابع الكوزاين ومقلوبه، الكوزاين طبعا معروف مقلوبه السك، يبقى في الربع نحفظ هذا ايه معناها all الكل هنا موجب، و S T C S الساين تعني إشارة للساين ومقلوبها، الساين والكوسك مقلوبها هم الموجبين، وأي شيء هنا سالب أي دالة هنا سالب، وهنا التان ومقلوبها اللي هو الكوتان وأي شيء تاني سالب، وهنا سك. نحفظ هذا A S T C شركة STC للاتصالات، هذه STC لا تنساها، نفس الترتيب S إشارة للساين ومقلوبة هم الموجبين هنا والباقي سهل، تان إشارة تي إشارة للتان ومقلوبة هي الموجب والباقي سالب، كوزاين إشارة للسي إشارة للكوزاين ومقلوبة والباقي سالب. طيب نرجع لمثالنا، نضع نستخدم هذا الأمر كيف. في هذا المثال يا شباب هو حصل على الزاوية 60، بس الزاوية 60 موجودة في الربع الربعية، في الربع الكام الثالث، الربع الثالث، والمطلوب الدالة كوزاين. احنا حسب نظرية قلنا S T C لا التام فقط هنا الموجب، اذا الكوزاين هتكون سالبة، لذلك هو قال سالب كوزاين 60 يعني سالب نص. طبعا سالب نص ممكن تجيبها بالآلة، تكتب كوزاين 60 أو ترجع للجدول السابق عشان تعرف كوزاين 60. طيب كوسك 5 باي على 6، فهو بيقول هنا رسمها، يبقى الزاوية الرجعية هنا المرجعية للباي ناقص الرقم الموجود ناقص 100 ناقص سيتا، يعني باي ناقص حتطلع الناتج باي على 6 طبعا. طيب نرجع للمثال، الكوسك مقلوب مين؟ الساين، يعني ما مكانه في الربع الثاني فقط موجب، فعلا يبقى هنا هيكون موجب لانه مقلوب الساين،
شركة اس تي سي يبقى هنا اس، والكوسك مقلوب الساين يكون موجب، يبقى النتيجة كوزين 30 هنخليها موجبة زي ما هي الكوسك، وتحاول طبعا تستخدم الآلة في إيجاد إن الكوسك بنص. هذا هو المثال. طبعا مطلوب منك عايز الطالب حل الواجب الآتي، نأخذ واجبات ترسلها على الواتس أب. هنا هذه واجب على المثال الأول والثاني، هذه على المثال الثاني، هذه على المثال الثالث واجب، هذا على موجود المثال، هذا على المثال الرابع. هذا واجبات، أرسل واجب على الواتس أب، لا تنسى إذا ناسي الرقم 0554696727. تمام، 9 بين 6 و2 بين 7. شكرا لكم، أرجو إرسال الواجبات.